على مقربة من قلعة أربيل قلب المدينة النابض بالحياة، يبحث هذا الرجل عن من يقوم بإصلاح مسبحته التي تلفت من كثرة الاستخدام. وجد أبا خالد ما كان يصبو إليه بعد أن وصل إلى سوق السبح الشهير بين إحدى القيصريات هنا، حيث يحافظ مجموعة من الحرفيين على صناعة قديمة وموروث شعبي. السبحة والله تاريخنا، وإحنا السبحة لازم نسبح، ما نعرف ما نسبح بها. هذا لها أثر كبير عندنا السبحة، زين، والعالم هي كل من تقاليده وسبحته زين. وهاي السبحة أنا معتز بها، عندي ذكريات بيها وذكريات حلوة بيها، فما اشتريت غيرها، فقلت خل هاي أصلحها، صالحة فترة انقطعت عندي، فعبارك شيء ضايع مني. يتميز هذا السوق بأنواع متعددة من السبح، وأبرزها القزوان، أي الحبة الخضراء، بارتباطها بالموروث الشعبي في أربيل، وتتعدد استخداماتها بين العبادة والزينة، حيث لها رواج بين الشباب وكبار السن من رواد هذا السوق، كما يروي لنا أحد أصحاب هذه المهنة التي توارثها عن أجداده. أكو بثلاث ورقات، أربع ورقات، ورقتين حبل خضراء النوعية، بس أنا ما عندي ولا. كهرباء ألماني، سعر هواية بالغرام. هذا النوع حباية كبير، أكو صغير، هذولا نوع الحبل الخضراء أنواع نوعية، أنواع شكل، مو يعني هل هي الواحد لونه للشباب واحد بس 33 حجمه. تنافس هذه المسبحة مئات الأنواع التي تصنع محليا وأخرى مستوردة، وتتميز بطابع محلي خاص وألوان مختلفة وأشكال متعددة تلبي رغبة مقتنيها. عقود وهذه القطعة التراثية تكافح للبقاء، متحدية تطور العصر، حاملة بين حباتها موروث قديم يزداد جمالا وأصالة مع مرور الزمن. هاجر عماد، وان نيوز، أربيل.